Aya Chepi. متى كان الحب سهلا؟ أنت تريد القرب والعطف، فأنا ما زلت تلميذ أتعلم. امنحني بعض الوقت، إن كنت تحب العواطف والسيطرة في كلمات الحب، فأنا طفل ما زلت لا أعرف عن الحب. أنا لا أفارق بين الحب الحقيقي وبين العاشق. من فضلك كوني معلمتي وكوني صبورة معي. مشكرا.